أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما القول في من يرد على ذهنه من الخواطر الكفرية؟ فهل يعتبر هذا من الشك؟ الوساوس يا أخي ما تضر، الوساوس ما تضر. ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذه تسمى وسواس، ما هو بشك، هذا وسواس من الشيطان. فالمسلم يرفضه ويستعيذ بالله من الشيطان ولا يضره هذا.